بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ به نستعين عليه نتوكل منه دائما نطلب التوفيق والسداد والنجاح. تحية متجددة مشاهدينا متابعينا الكرام من خلال هذا الصباح، صباح المنافسة والتحدي والإثارة من تحفة ميادين السباقات ميدان المرموم الذي يعلن هذه الانطلاقة الأولى، يعلن هذا التحدي الأول، يعلن هذه المنافسة على أرضية هذا الميدان من خلال انطلاق هذا الصباح والذي يحمل سباقات الهجن العربية الأصيلة. المرموم الذي يعلن انطلاق أول أشواطه في هذا الصباح والخاصة بمنافسات سند اللقاية لأبناء القبائل على مدار 14 شوطا ستكون حاضرة فيها المنافسة وستكون فيها التحديات في رياضة الأصالة على أرضية هذا الميدان. بسم الله وعلى بركة الله تم إعلان انطلاق أول الأشواط وهو الشوط الخاص بالإبكار المحليات الأصايل الذي انطلق في هذا الاندفاع والذي بدأ من خلال هذه اللحظة في منافسة المشاركين والمتحدين في الشوط الرئيسي. بسم الله وعلى بركة الله بدأنا ونسير مع حضراتكم مشاهدينا متابعينا الكرام في متابعة هذه الانطلاقات، متابعة هذه التحديات، متابعة هذه المراكز الأولى التي تحمل هذه البدايات. أسير إلى المقدمة وطالع المركز الأول، أتابع الصدارة والاندفاع الذي يبدأ بانطلاق أول الأسماء. مشغله في المركز الأول لمسري بن سالم بالعرطي الحميري، بينما المركز الثاني عودة إلى الرباعة فهد بن طحنون الهاجري، أما المركز الثالث فدخول من نجوم محمد بن حمد بن ملهوف الاشتبي إلى المركز الرابع مرمر بخيت بن حاضر بن سعيد الفلاحي، والمركز الخامس هناك انطلاق قادم في بداية التحديات من هملول مبارك محمد بن نخيرة الشريفي، وعلى المركز الخامس هناك دخول جبار عبد الله بن حارب بن عامر الدرعي، بينما المركز السادس تعود في المركز هملول مبارك محمد بن نخيرة الشريفي، المركز السابع هي شقرة بخيت بن علي بن خصواني المنصوري، والمركز الثامن هنا ريتاج على المركز الثامن حمد بن ناصر بن جابل المري، بينما المركز التاسع ضج علي محمد بن سعيد بن حسن الخاطري، وعلى المركز العاشر هنا تتدخل هيمة المسري بن سالم بالعرطي الحميري. هذه الأسماء الأولى، هنا الانطلاقات التي تبدأ من خلال هذا المسار والذي يحمل هذه البداية التي تندفع بها انطلاقة هذا الشوط والتي تحمل بها منافسات هذه الإثارة الأولى. إذن بدأنا من خلال هذه اللحظة ونتابع المقدمة، نتابع الصدارة، نتابع الاندفاع، نتابع المسار الذي تنطلق بهذه الهجن هنا محملة في مسار الانطلاقات. نعود إلى المقدمة والصدارة التي تبدأ بقيادتها هملولة مبارك محمد بن نخيرة الشريفي على الصدارة، والمركز الثاني السلام تدخل ومنافسة من مشغله هناك على الجانب الآخر مسري بن سالم بالعرطي الحميري، والرباعة فهد بن طحنون الهاجري تشكل ثلاثية الاندفاع الأول والمسار الأول الذي بدأ من خلال هذه اللحظات. المركز الرابع، نعود إلى المركز الرابع ومرمر بخيت بن حاضر بن سعيد الفلاحي، وهناك جبارة عبد الله بن حارب بن عامر الدرعي على المركز الخامس، بينما سادسا يا سلام شقرة بخيت بن علي بن خصواني المنصوري، والمركز السابع معود مع وجود البداية مع ضجة محمد بن علي بن سعيد بن حسين الخاطري، والمركز الثامن يا سلام يا سلام يا سلام زعفران سالم بن قريع بن روس العامري على المركز السابع. 2 كيلو على خط النهاية من خلال هذا المسار، من خلال هذه الانطلاقة التي تبدأ هنا، بينما المركز التاسع
أتابع وجود أنوار سالم براج بن حمد بن غدير والمركز العاشر نجوم محمد بن حمد بن ملوف آل اشتبي. هذه الأسماء، هنا الإثارة، هنا التحديات على أرضية هذا من خلال هذا المسار وهذه البداية التي تعلن هذا الانطلاق على أرضية هذا الميدان. ما شاء الله وتبارك الله، بدأنا في هذه الإثارة، بدأنا في هذا التحدي، بدأنا في هذا المسار الأول الذي يعلن هذه الانطلاقة الأولى هنا في هذا الميدان. إذن على الصدارة والبداية وانطلاقة هنا من خلال هذه الانطلاقة التي تبدأ في لحظات البداية الأولى، عودة إلى المقدمة وإلى انطلاقة هذا الشوط. هناك هملولة تأتي على المركز الأول والرباعة، غيرت فهد بن طحنون الهاجري إلى المركز الأول، وهنا هملولة في المركز الثاني، مبارك محمد بن نخير الشريفي على المركز الثاني، بينما مرمرة على المركز الثالث في هذا التحدي وهذا الاندفاع القادم بقوة في هذا المسار. ما شاء الله وتبارك الله، اندفاع قوي من خلال هذه اللحظة. وبخيت من حاضر بن سعيد الفلاحي أنوار، وصلت أنوار سالم بن راشد بن غدير، وهنا جبارة جبارة عبد الله بن حارب بن عامر الدرعي على المركز الرابع. هذه إذا التغييرات التي بدت على مقدمة هذا الشوط، ونسير مع الانطلاق، نسير مع هذه البداية، نسير مع هذه التحديات والإثارة التي تبدأ في هذا المسار، تحمل هذه البداية التي تعلن هذا الانطلاق على أرضية هذا الميدان. ما شاء الله تبارك الله، الصدارة 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 والبداية تحمل هذه الانطلاقة مبكرة من خلال هذه الاندفاعة الأولى، عودة إلى المقدمة والبداية التي انطلقت فيها الرباع فهد بن طحنون الهاجري، بينما المركز الثاني يا سلام محنة محنة حمد بن متعب بن حمد العامري اللي يطلق محنة على المركز الثاني، بينما المركز الثالث جبارة على عبد الله بن حارب بن عامر الدرعي، والمركز الرابع وصلت هناك زعفرانة سالم بن قريع بن روس العامري على المركز. وشوف ولكن خلص 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 الشوط، حمد بن متعب بن حمد العامري ينطلق مع المركز الأول، يحمل هذه البداية، يعلن هذا الانطلاق. الله 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 الله، شوف التجاوز، شوف شوف الاندفاع القوي والمثير من خلال هذا المسار. يا سلام يا سلام يا سلام، انطلاقة واندفاع ومسار يحمل هذه البداية. سلام يا سعد سلام، محنا على المركز الأول، المركز الثاني الجزيرة عزام بن حمود بن سليم اليحاضي، المركز الثالث هي عالي محمد بن عوض بن سالم الاشتبي، والمركز الرابع تعود فيها أملولة محمد بن سودي بن جلثم الخيري، والمركز الخامس أنوار، على المركز الخامس سالم بن راشد بن حمد بن غدير. هذه المراكز، هنا البدايات، هنا الانطلاقة التي تبدأ والعودة مع مقدمة هذا الشوط الذي يعلن هذه اللحظات، التوقيت الزمني الذي يحمل هذه البداية هنا على أرضية هذا الميدان. 7:43 وخمسة من الأجزاء من الثاني هو التوقيت الزمني. تهانينا والناموس حمد بن متعب بن حمد العامري على الفوز بالمركز الأول، بينما المركز الثاني هنا المركز الثاني كانت الجزيرة، في المركز الثاني عزام بن حمود بن سليم اليحافي، 7:45 وجزئين من الثانية، بينما المركز الثالث كانت إثارة متواجدة عالي محمد بن عوض بن سالم الاشتبي في المركز الثالث، 7:46 وجزئين من الثانية. هذه الأسماء، هنا الإثارة، هنا الانطلاقات على أرضية هذا الميدان. ينطلق على بركة الله شوطنا الثاني من خلال هذه الانطلاقة وهذا التحدي وهذه الإثارة التي تعلن انطلاق